السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج كونكت بلس برايمري 2، الصف الثاني الابتدائي، ترم 1 الترم الاول، ولسه بنكمل مع بعض شرح يونت 2 Let's get fit. Let's get fit، دعنا نكون أصحاء، دعنا نكون بصحة جيدة. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة يا أصحابي معانا جزء مهم جدا في يونت 2، بيكلمنا عن حاجة اسمها Adverbs of Frequency. Adverbs of Frequency الكلمات اللي بتعبر لنا عن تكرار حدوث الأشياء في حياتنا اليومية، دي اللي هي Adverbs of Frequency. وطبعا هي tell us how often كم مرة، how often something شيء ما، take place بيحدث. فالAdverbs of Frequency أو الكلمات اللي بتعبر عن التكرار بتاع حدوث الأشياء بتقول لنا how often يعني كم مرة، something شيء ما، take place بيحدث. وفي الجزء ده أصحابي بيزي بي بتقول لنا listen استمع، read اقرأ، and point وأشر. فهنا بتقول لنا how often كم مرة، Do you walk أنت تمشي، to school إلى المدرسة. How often do you walk to school فأنا صديقنا بيرد عليها وبيقول لها I walk to school every day يعني كل يوم. I walk to school أنا أمشي إلى المدرسة every day كل يوم. I always أنا دائما، always يعني دائما، walk to school أنا دائما بمشي إلى المدرسة. I always walk to school. فأول حاجة عرفناها في الأدفيربس of frequency أو الكلمات اللي بتعبر عن التكرار كلمة always. always معناها دائما وبتعبر عن حدوث الحاجة دائما بنسبة 100%. يبقى always الحاجة دايما بتحصل على طول وهي معناها دائما. صديقنا التاني بيقول لها I usually يعني عادة، ودي نسبة حدوث الحاجة او تكرارها يعني بتكون اقل شوية. usually يعني عادة، نسبة تكرار الحاجة لما بقول كلمة usually هي 90% او 90%. always بتقول ان دايما الشيء ده بيحصل بشكل متكرر، اما usually بتقول ان الشيء ده مش بيتكرر بنسبة 100% زي always، لكن هو بيتكرر برضو بنسبة كبيرة بس هي 90% اقل شوية من always. فهنا صديقنا بيقول لها I usually انا عادة walk to school بمشي الى المدرسة. on Wednesday يوم الاربعاء I take the bus، بس يوم الاربعاء بس انا باخد الباص او الاوتوبيس وانا رايح المدرسة. يبقى هنا نسبة التكرار بتاعت ان هو يروح المدرسة مشي قلت بنسبة 10%. فهنا usually بتقول ان انا فعلا الشيء ده بيتكرر كتير بس بنسبة 90% بس، مش زي always بنسبة 100% او 100%. مرة كمان I usually walk to school on Wednesday I take the bus. صديقتنا بتقول هنا I often يعني أنا غالبا، often يعني غالبا، و often بتعبر عن تكرار حدوث الأشياء بس بنسبة أقل من usually، لأن نسبتها بتعبر عن حدوث الأشياء بنسبة 70% بس أو 70% بس. يبقى always دائما بتعبر إن الحاجة بتتكرر بنسبة 100%، usually عادة بتعبر إن الحاجة بتتكرر بس بنسبة 90%، لكن often معناها غالبا، وهي بتعبر إن الأشياء بتتكرر بس بنسبة بقى 70% أو بنسبة 70%. فهي بتقول I often أنا غالبا walk to school بروح المدرسة مشي.
I often أنا غالبا walk to school. وصديقنا هنا بيقول I sometimes. Sometimes يعني أحيانا. دي نسبتها 50% أو 50%. يعني ساعات بروح المدرسة مشي وساعات تانية بركب مواصلات مثلا وأنا رايح المدرسة. فنسبة حدوثها 50% أو 50%. لما أقول لحد sometimes يعني أنا بقول له احتمال أو واحتمال لا بنسبة 50%. فI sometimes يعني أنا أحيانا walk to school بأمشي إلى المدرسة. I sometimes walk to school أنا أحيانا أمشي إلى المدرسة. وهنا آخر حد راكب في الكار هنا وبيقول I never. Never يعني أبدا. ودي بتعبر إن الحاجة ما بتتكررش خالص بنسبة 0%، عمرها ما بتحصل وما بتتكررش. فبتقول I never. I never أنا أبدا walk to school. أنا عمري ما أمشي إلى المدرسة. I never walk to school. أنا لا أمشي إلى المدرسة أبدا. فدي الأدفيربس of frequency أو الكلمات اللي بتعبر عن التكرار وبتقول لنا how often. how often يعني كم مرة something شيء ما take place بيحدث or happen. or happen يعني بيحدث برضه. وهنا الشكل ده يا أصحابي بيوضح لنا الكلام اللي احنا قلناه من شوية. always. always يعني دائما. 100% أو 100%. الحاجة اللي احنا بنتكلم عنها بتحصل بشكل متكرر بنسبة 100% أو 100%. usually يعني عادة. دي بتعبر عن ان الحاجة اللي احنا بنتكلم عنها بتتكرر بنسبة 90% أو 90%. often. often يعني غالبا. بتعبر عن ان الحاجة بيحصل لها frequency أو تكرار بنسبة 70% أو 70%. sometimes. sometimes أو أحيانا بتعبر عن الشيء اللي احنا بنتكلم عنه بيتكرر بنسبة 50% أو 50%. whenever. never يعني أبدا بتعبر ان الشيء اللي احنا بنتكلم عنه ما بيحصلش أبدا بأي شكل من الأشكال وما بيتكررش خالص. وتعالوا نحل المثال ده مع بعض. بيزي بي بتقول لنا هنا write about you. write about you. write يعني اكتب. about you عن نفسك عنك. فهنا مدينا الكلمات اللي بتعبر عن الفريكوينسي او عن التكرار. always. usually. often. sometimes. never. والمفروض ان احنا نملأ الفراغات بالكلمات دي. فهنا اول جملة I مسافة. do my homework. do my homework انا بعمل الفرض المنزلي بتاعي. انا بعمل الواجب بتاعي. فالمفروض I always يعني انا دائما ولا I usually انا عادة ولا I often انا غالبا ولا I sometimes انا احيانا ولا I never انا لا افعل ابدا. شاطرين. I always انا دائما. do my homework بعمل الواجب بتاعي. I always do my homework. تاني جملة بتقول I مسافة walk to school. I مسافة walk to school أنا بمشي إلى المدرسة. always ولا usually ولا often ولا sometimes ولا never. بالنسبة لي أنا مثلا I usually walk to school أنا عادة بمشي إلى المدرسة. في الجملة التالتة بيقول I مسافة وبعدين eat breakfast. eat breakfast بأكل الإفطار. I a I always ولا usually ولا often ولا sometimes ولا never. شاطرين. طبعا often أنا غالبا بفطر قبل ما أنزل. ف I often eat breakfast. I often eat breakfast أنا غالبا بأكل الإفطار بتاعي. في الجملة الرابعة بيقول I مسافة go to the park. go to the park بذهب إلى المتنزه. I always ولا usually ولا often ولا sometimes ولا never. بالنسبة لي أنا I sometimes go to the park أنا أحيانا بروح المتنزه بروح الحديقة. I sometimes go to the park. في الجملة الخامسة I مسافة swim in the sea بعوم بأسبح في البحر. swim يعني يسبح يعوم. in the sea في البحر.
بالنسبة لي أنا I sometimes أنا أحيانا swim in the sea بسبح في البحر. I sometimes swim in the sea أنا أحيانا بسبح أو بعوم في البحر. وفي آخر جملة بيقول I مسافة play on the swings بلعب على المرجيحة. I مسافة play on the swings أنا مسافة play on the swings بلعب على المرجيحة. بالنسبة لي أنا I never play on the swings أنا لا ألعب أبدا on the swings على المرجيحة أو على الأرجوحة. I never play on the swings. وبكده نكون أنهينا الجزء ده ونتنقل للجزء اللي بعد كده. خليكم معي ونوصل للجزء الخاص بالreading أو القراءة في unit 2. وهنا بيزي بي بتقول لنا look, انظر, listen, استمع and read and read واقرأ. فانت هتنظر بعدين هتستمع للقراءة بتاعتي وبعدين هتقرأ بعد كده لوحدك. اول صورة هنا اصحابي فيها سيدة كبيرة, ست كبيرة في السن, ومكتوب تحت منها this is my grandmother. This is my grandmother. هذه جدتي. This is هذه my grandmother. هذه جدتي. She is old. She is old. هي كبيرة في السن. Old يعني كبير في السن. And kind. And kind وطيبة وعطوفة. Kind يعني طيب يعني عطوف. She is very wise. She is very wise. هي حكيمة جدا. عندها عقل كده حكيم. She always drink tea. She always drink tea. هي دائما تشرب الشاي. Tea يعني شاي. مرة كمان. This is my grandmother. She is old and kind. She is very wise. She always drink tea. الصورة التانية يا أصحابي فيها الراجل الطويل ده اللي هو بيلعب الباسكتبول أو كرة السلة, ومكتوب جنبه This is my brother. This is my brother. هذا أخي. He is tall. He is tall. هو طويل القامة. And funny. And funny ومرح. He has long arms. He has long arms. هو لديه long يعني طويل برضو, بس هنا طويل لجزء من أجزاء الجسم. Long arms أذرع طويلة, ذراعاته طويلة. And legs. And legs وأرجل طويلة أيضا. He often هو غالبا plays basketball. Plays basketball يلعب كرة السلة. مرة كمان. This is my brother. He is tall and funny. He has long arms and legs. He often plays basketball. الصورة الثالثة أصحابي فيها البيبي الجميلة دي, ومكتوب جنب منها This is my baby sister. This is my baby sister. هذه أختي الرضيعة, أختي الصغيرة اللي لسه مولودة. She is young. She is young. هي صغيرة في السن. She sleeps a lot. She sleeps a lot. هي تنام a lot كثيرا. She has one tooth. She has one tooth. هي عندها one tooth يعني سنة واحدة. مرة كمان. This is my baby sister. She is young. She sleeps a lot. She has one tooth. الصورة الرابعة يا أصحابي فيها الراجل ده واقف في الطريق, ومكتوب تحت منه This is my daddy. This is my daddy. هذا هو أبي. He is tall and kind. He is tall. هو طويل القامة. And kind وعطوف وطيب. He sometimes هو أحيانا plays football يلعب كرة القدم. He often هو غالبا walk in the park يمشي في المتنزه, بيمشي في المتنزه. يبقى مرة كمان This is my daddy.
He's tall and kind. He sometimes plays football. He often walks in the park. وآخر سورة يا أصحابي فيها سورة سيدة كبيرة ست وجنبها طفل صغير ماسك ايده وماشيين في الطريق ومكتوب جنبها This is my mommy. This is my mommy. هذه هي أمي. She is kind. هي طيبة. هي عطوفة. And pretty. And pretty. وجميلة. She usually walk to school with me. She usually. هي عادة. Usually عادة. Walk to school. بتمشي إلى المدرسة. With me. With me. معي. مرة كمان. This is my mommy. She is kind and pretty. She usually walk to school with me. وتعالوا نحل السؤال ده مع بعض يا أصحابي. ميزي بي بتقول لنا هنا read اقرأ again مرة تانية and match and match ووصل. يبقى احنا هنقرأ مرة تانية العبارات دي ونوصل العبارات الصحيحة ببعضها. فأول حاجة هنا my grandmother, my brother, my baby sister, my daddy, my mommy. والناحية التانية مكتوب is young صغير في السن, is tall and kind طويل وطيب, is old and wise عجوز وحكيم, is kind and pretty طيبة وجميلة, is tall and funny طويل ومرح. أول حاجة ال grandmother, my grandmother جدتي كانت young ولا tall and kind ولا old and wise ولا kind and pretty ولا tall and funny. شاطرين, هي كانت old and wise, كانت كبيرة في السن وحكيمة. يبقى هنوصل my grandmother we is old and wise, is old and wise يعني كبيرة في السن وحكيمة. طب هنا my brother, my brother, can my brother a young ولا tall and kind ولا kind and pretty ولا tall and funny. شاطرين, my brother is tall and funny, كان طويل ومرح. فنوصل my brother is tall and funny. طب العبارة الثالثة بتقول my baby sister, my baby sister is young صغيرة في السن ولا tall and kind طويلة وطيبة وعطوفة ولا is kind and pretty طيبة وجميلة. شاطرين, هو قال my sister is young, أختي صغيرة وكان كمان عندها سنة واحدة. my daddy is tall and kind ولا kind and pretty. شاطرين, هو قال my daddy is tall and kind, طويل القامة وطيب أو عطوف. وآخر حاجة my mommy أمي قال عليها is kind and pretty, كانت طيبة وجميلة. ونتميل للجزء اللي بعد كده, خليكم معي ونوصل للجزء الخاص ب healthy or unhealthy. healthy or unhealthy يعني صحي أو غير صحي. healthy صحي or أو unhealthy غير صحي. وبما اننا لسه في يونت 2 الوحدة التانية let's get fit, دعنا نكون بصحة جيدة, دعنا نكون اصحاء. لازم نتكلم عن الحاجات الصحية اللي ممكن تخلينا بصحة كويسة والحاجات اللي ممكن تكون unhealthy او غير صحية وتضر الصحة بتاعتنا. فانا بيزي بي بتقول listen استمع and read واقرأ. فهنا هقرأ الجزء ده وانتوا بعد كده تقرأوا ورايا. اول حاجة مكتوبة هنا Jana is healthy and fit. Jana is healthy. Jana بصحة جيدة and fit وكمان جسمها رياضي. She usually هي عادة eats healthy food, تأكل الطعام الصحي. She does lots of exercises. She does هي تقوم ب lots of exercises كثير من التمارين, التمرينات, بتلعب رياضة كتير. She plays sport هي بتلعب رياضة. With her friends مع أصدقائها. She sleeps for 10 hours هي بتنام 10 ساعات every night كل ليلة.
مرة كمان جانا is healthy and fit. She usually eats healthy food. She does lots of exercises. She plays sport with her friends. She sleeps for 10 hours every night. بيقول لنا هنا شريف is unhealthy. شريف شخص غير صحي. شريف is unhealthy. شريف شخص غير صحي. He isn't fit. هو ليس لائقا. هو جسمه ما بيلعبش رياضة. جسمه غير رياضي. He often هو غالبا eats unhealthy food. Unhealthy food طعام غير صحي. هو غالبا بيأكل طعام غير صحي. He doesn't do lots of exercises. He doesn't do هو لا يقوم ب lots of exercises تمارين رياضية كثيرة. He usually هو عادة watches TV يشاهد التلفاز. He sleeps هو بينام for 5 hours every night لخمس ساعات بس every night كل ليلة. مرة كمان شريف is unhealthy. He isn't fit. He often eats unhealthy food. He doesn't do lots of exercises. He usually watches TV. He sleeps for 5 hours every night. وبكده كلمنا عن الهيلثي بيرسون او الشخص الصحي اللي بيعمل حاجات صحية في يومه وبيأكل اكل صحي، والانهيلثي بيرسون او الشخص الغير صحي اللي بيعمل حاجات غير صحية في اليوم بتاعه وبيأكل كمان طعام غير صحي. كل واحد فيهم حياته بتبقى عاملة ازاي، ونتنقل للجزء اللي بعد كده. خليكم معايا ونوصل لاخر جزء في درس النهاردة، وفي جزء خاص بالريدنج برضو. ومعنا بيزي بي بتقول لنا هنا look, انظر, read, اقرأ, and put a true وضع علامة صح في المكان الصحيح. فهنا بيكلمنا عن البنوتة الجميلة دي، وبيقول لنا حبيبة مرزوق. حبيبة مرزوق ده اسمها. is an athlete. athlete يعني رياضية، هي شخصية رياضية. athlete رياضية أو رياضي. she does gymnastics. She does gymnastics. هي تلعب الجمباز. gymnastics هنا بمعنى الجمباز. She does gymnastics every day. هي بتلعب الجمباز كل يوم. حبيبة is healthy. حبيبة هي شخصية صحية. She always هي دائما eats healthy food. بتأكل طعام صحي. She always هي دائما has healthy drinks. معها مشروبات صحية. drinks يعني مشروبات، عصائر بقى وحاجات كده. what does she eat and drink؟ ما الذي تأكله وتشربه؟ فمدينا هنا مجموعة صور هنختار منها الفودز الأطعمة والدرينكس كمان المشروبات اللي بتستخدمهم حبيبة مرزوق في حياتها اليومية. وتعالوا نقرأ التكست دي مرة تانية. حبيبة مرزوق is an athlete. She does gymnastics. She does gymnastics every day. Habiba is healthy. She always eats healthy food. She always has healthy drinks. What does she eat and drink? وهنا في مجموعة الصور دي، أول صورة مدينا طبعا طبق فيه فواكه ومعمول عليه علامة true أو صح، علشان أكيد الفروتس أو الفاكهة هي healthy food أو طعام صحي. وجنبها طبعا في صورة الكب كيكس دي أو الكيكات الصغيرة دي. هل يا ترى الكب كيكس هنا healthy food ولا unhealthy food يا أصحابي؟ شاطرين طبعا دي مش healthy food خالص، لأنها فيها سكريات كتيرة ممكن تضر جسمها، وهي مصنعة في الآخر، فطبعا مش هنعمل عليها علامة true. الصورة اللي جنبها مدينا فيها سلاد أو سلطة وفيها خضروات كتيرة زي ما احنا شايفين. هل يا ترى دي healthy food ولا unhealthy food؟ شاطرين طبعا دي healthy food، فنعمل عليها علامة true أو صح زي ما احنا شايفين قدامنا. الصورة اللي جنبيها فيها milk أو لبن والألبان بصفة عامة،
هل يا ترى ده healthy drink ولا unhealthy drink يا أصحابي؟ طبعا الميلك healthy drink أو مشروب صحي، فهنعمل عليه علامة true أو صح زي ما احنا شايفين قدامنا. بعد كده مدينا الصورة دي وفيها ميت أو لحمة وهي هتطبخ طبعا وتتعمل. هل يا ترى دي healthy food ولا unhealthy food؟ شاطرين طبعا، دي healthy food او طعام صحي لانها تطبخ وهتبقى مفيدة للجسم. طب الصورة اللي جنبها فيها هامبرجر وفرايز او سندوتشات الوجبات السريعة وبطاطس مقلية، هل يا ترى دي healthy food ولا unhealthy food؟ شاطرين طبعا، دي unhealthy food، فطبعا مش هنعمل عليها علامة true او صح. وهنا في مشروب من مشروبات المياه الغازية، بيبسي او كولا، هل يا ترى ده healthy drink ولا unhealthy drink؟ شاطرين طبعا، ده unhealthy drink، فمش هنعمل عليه علامة true او صح. واخر صورة فيها cup of water او كوباية مية، هل يا ترى دي healthy drink ولا unhealthy drink يا اصحابي؟ شاطرين طبعا، دي healthy drink او مشروب صحي، لان المية مهمة جدا لحياتنا، فهنعمل عليها علامة true او صح زي ما احنا شايفين قدامنا. وبكده نكون انهينا الجزء ده وانهينا معاه شرح درس النهاردة. اتمنى تكونوا استفدتم من الدرس. لو اعجبك الفيديو اعمل لايك، اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو. والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب، وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة، وهتفرق معاه كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.